تجارة النفط أكثر من تدفيها بالحقيقة، هي تمر عبر آسيا يعني، يعني ما لها علاقة بباب المندب يعني. زين. تعرفين باب المندب أهميته بكلفة الشحن العالمي أثرت على تكاليف الشحن بالعالم والتأمين وإلى آخره. أكو انعكاسات لكن بعدها قليلة أنا أعتقد بالنسبة للعراق. العراق مو متأثر بشكل مباشر، إنما ربما يتأثر بشكل غير مباشر طبعا.